عدم صرف مستحقاتنا إلى الآن. هكذا يبدو المشهد في المغرب بعد أن لجأ الطلاب المبتعثون هناك إلى الاعتصام داخل مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الرباط، اعتصام يقول الطلاب إنهم لجأوا إليه بعد أن ضاق بهم الحال جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية على الرغم من الوعود المتكررة، مناشدين الرئيس والحكومة بضرورة الإسراع بتسليم مستحقاتهم المقطوعة منذ نحو 3 أشهر. تقطعت بنا السبل وضاق بنا الحال، لم نجد ما نأكل، وقد لجأنا إلى السفارة للمطالبة باعتماد مستحقاتنا للاستمرارية. هذا التصعيد كما يقول الطلاب جاء بعد نكت الحكومة لوعودها تجاههم، حيث التزمت بحل مشكلتهم خلال 10 أيام، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي دفعهم إلى التهديد بإغلاق السفارة كإجراء تصعيدي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. اعتصامات الطلاب رافقها أيضا وقفات مشابهة في مصر وباكستان على نحو ينذر بحجم المشكلة التي لم تجد طريقها للحل حتى الآن، ما قد يسهم بالتأثير على تحصيلهم العلمي نتيجة عدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات الدراسة.